بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم عنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن. وبفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وصلنا إلى صفحة رقم 270 وما زلنا مع سورة النحل. تبدأ الآيات الكريمة بقوله تبارك وتعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وما زال الحديث متصل عن جزاء هؤلاء المتجرئين على الله تبارك وتعالى. فهنا الله تبارك وتعالى يوضح ما يصنع بهم في هذا اليوم العظيم. في هذا اليوم العظيم، يوم الحسرة والندامة، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم القارعة، يوم الطامة، يوم الصاخة، وسماه الله عز وجل بأسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. في يوم القيامة يهينهم الله تبارك وتعالى بالعذاب، إهانة ليس بعدها إهانة، وذل ليس بعده ذل، ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العباد؟ والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا في حق الشرك الأصغر، الشرك الخفي الذي خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أما الشرك الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار. فالله تبارك وتعالى ينادي ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العباد؟ يلي انت كنت بتصلي وعايز الناس تشوفك انك انت بتصلي، كل همك ان الناس تقول عليك فلان صالح، فلان مصلي، فلانة متحجبة، فلانة كذا، بنعمل الأعمال عشان الناس تشوفنا. لا، العمل لابد وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. دائما الإنسان يراجع نيته ويراجع عمله ويشوف نفسه دايما كده، العمل بتاعه ده فيه شائبة من الشرك ولا لا. إن كان العمل لله يمضي في هذا العمل، وإن كان العمل لغير الله برضو يمضي في هذا العمل، ولكن يخلص في هذا العمل. كما قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فلا بد من الإخلاص في هذا العمل. فالله تبارك وتعالى يقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تشركونهم معي في العباد، وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم. قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.
تعملون. يعني وهنا يبين الله تبارك وتعالى كيف تقبض أرواح هؤلاء الظالمين لأنفسهم المشركين بالله تبارك وتعالى، الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم، وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله والشرك، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت من سكرات ومن انتزاع للأرواح، كما قال الله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا، يعني روح الكافر تنزع بشدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هو كفن من النار والعياذ بالله، وتنتزع روح هذا الكافر. فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت، وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، ظناً منهم أن الإنكار ينفعهم، جايين في الوقت ده وبينكروا الجرائم اللي هم عملوها في حق الله عز وجل وفي حق أنفسهم وربما كان في حق المؤمنين. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، عامل زي المجرم اللي بيتمسك على يعني جريمة معينة وبعدين بينكر، بيقول أنا ما عملتش حاجة، ظناً منهم أن الإنكار ده هينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. فيقال لهم: كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصي، إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا، لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يقال لهم توبيخا وإهانة ومذلة: ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، يعني ما فيش خروج تاني من النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته جل وعلا. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يعني وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرا عظيما للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، منها النصر وسعة الرزق وما أعده الله عز وجل لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا، ولنعم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يبين الله تبارك وتعالى صفة هذه الدار التي أعدها لعباده المؤمنين المخلصين المتقين، وهي جنات إقامة واستقرار، يدخلونها تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من المأكل والمشرب وغيرهما بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعونا الصلاة عليه، يجزي كذلك الله تبارك وتعالى المتقين من الأمم السابقة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
كما بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة كيف تقبض روح الكافر وما هو مآل الكافر، يبين الله تبارك وتعالى كذلك مآل المؤمن وكيف تقبض روح المؤمن. فالذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر والشرك، تخاطبهم الملائكة يعني لحظة الموت بقولهم سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوان من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة، فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله عز وجل وما ظلمهم حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله جل وعلا. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به. من فوائد هذه الآيات أولا، في هذه الآيات الكريمة فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله جل وعلا وعند خلقه. كذلك من فوائد هذه الآيات من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله عز وجل دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعملون، وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تبارك وتعالى. كذلك في هذه الآيات من كرم الله تبارك وتعالى وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. كذلك في هذه الآيات العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله عز وجل ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم. يبقى العمل. طيب سؤال الآن، هل دخول الجنة بالعمل أم برحمة الله تبارك وتعالى؟ برحمة الله تبارك وتعالى. أما الارتقاء في درجات الجنة فإنما هو بالعمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وللعلم أنه لا يأتي الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى إلا ويتبعه العمل، مفيش إن الذين أمنوا، دايما يأتي أمنوا بعدها إيه؟ وعملوا الصالحات. يعني مفيش إيمان من غير عمل. يعني اللي في بطاقته مسلم أو مثلا الناس تشهد لو أنه هو ده من المسلمين أو الكلام، لكنه هو لا يعمل، لا يزكي، لا يصلي، لا يصوم، لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، حياته كلها بعيد عن ربنا تبارك وتعالى، يبقى هذا يخاف على إيه؟ يخاف على نفسه لأنه لا يعمل. فالارتقاء في درجات الجنة إنما هو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.